قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، صدق الله العظيم. يعني من قاتل قبل فتح مكة وبعدها كلا وعد الله الحسنى. والله بس لا يستوي من أنفق قبل من قبل الفتح وقاتل. أيوة. نزلت في حق مين هي؟ منها عبد الله بن أم مكتوم، نزلت الكلمة دي وحده غير ذي الضررين. والله لا يستوي المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الله. فنزلت غير أولي الضرر لوحده، استثناته يعني. وكل وعد الله الحسنى، القاعد والمجاهد. تنطبق على الوضع الحالي ولا بس بالزمان هذاك؟ أصلا ما فيش جهاد دلوقتي. جهاد الدفع الحين، جهاد الدفع ولا نوع من الجهاد، كله تضليل، لان احنا مسلمون بقتل مسلمين. الله. وكله على حطام الدنيا، لا حول الا ولا. وبعدين حتى لو قاتلنا اليهود، اليهود صاروا احسن مننا. قال ابن تيميه: ان الله حراني العادلة ولو كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. هم عندهم عدالة، احنا عندنا ظلم.